السمك شغله وتوابله خفيفه جدا. زي ايه بقى؟ يعني السمك المقلي هو بياخد كزبره وشطه وكمون بس، يعني يلونوه بس كده تمام. لكن السمك الفاتح الشوربه بياخد حبهان، بياخد ورق لورا، بياخد شيبه. الشيبه دي ايه؟ الشيبه دي منها دي اصلا متحط على الشوربه العربي دي. للشوربه العربي اللي بيشربوها الخليجيين. انا الشوربه دي رائعه. وهي شوربه القمح بيعملوها كده شوربه معينه عندي. يعني ممكن اضيفها على اي شوربه انا عايز اعملها؟ شوربه بس نسبه قليله مش كتير. قد ايه مثلا لو على حله شوربه؟ يعني ربع معلقه بكتير. ربع معلقه تدي نكهه حلوه. حلو مع المستكه والحبهان واللورا والكلام ده. حلو الكلام ده جدا.